تزود تقوى فإنك لا تدري إذا جل ليل هل تحيا إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علته، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسج أطفاله وهو لا يدري، وكم من صغار يرتدوا من طول أعمارهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد كبدت أرواحهم ليلة القدر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كما بدأنا نختتم خير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي كلها لكم تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب كريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. اتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر البقيب بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. سائلين المولى عز وجل له التجلي والتوفيق ولحضراتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب ممنون لا يمسه فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ولكن
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
Thank you.
وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وريحان وجنة نعيم باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله الله ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا فسبح بحمد ربك واستغفر الله
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. ولله إياك نعبد إياك نعبد